ناقشنا مع ضيوفنا مسؤولين ومثقفين ومبدعين مستقبل الثقافة وأحوال الإبداع في الدراما والموسيقى المصرية والرواية والترجمة وثقافة الطفل. ناقشناهم في تاريخنا وفيما يكتب به ويقدم من أعمال فنية وأدبية، وأيضاً عن أوضاع السينما والمسرح والفن التشكيلي في مصر، كذلك دور الدولة والمبدعين في إحياء وحماية القوى الناعمة للفن والثقافة المصرية. حضرتك روائي وكاتب قصة، الآن في السينما المصرية وفي التلفزيون أيضا، يعني الأعمال الدرامية عن أصل أدبي قلت جدا، يعني كنا زمان بنجد أسماء كبرى في عالم الدراما التلفزيونية. صحيح، الشغل على الأصل الأدبي أنا في رأيي يعني أصعب بكتير جدا من الشغل المباشر، وعايز ناس محترفة وعايز ناس عندها إلمام بفكرة المعالجة دي، إن إحنا إزاي نعالج نص أدبي ونحوله لنص تلفزيوني. النص الأدبي بيوفر على سيناريست المحترف حاجات كتيرة جدا. صحيح. الشخصيات بتبقى مكتوبة واخدة وقت أطول، الحبكة بتبقى أقوى، التتابع، البنى، كل ما يخص السيناريو بيبقى كأني عندي مرجعية حقيقية لي، فبيطلع أنا بحب ده بس مرهق جدا. واللي يظن إن معالجة النص الأدبي وتحويلها لنص تلفزيوني أو سينمائي أبسط من الكتابة المباشرة يبقى واهم. لا بس يعني بالفعل هي أصعب جدا. لكن أنا مريت بالتجربة دي. قيمة جدا. طبعا. قيمة يعني. طبعا. وبتدي يعني حتى الأفلام السينمائية اللي متاخدة عن أصل أدبي هتلاقيها حضرتك مميزة جدا وعمرها أطول. يعني من أول نجيب محفوظ الشرقاوي، نجيب من أول طه حسين، حتى من دعاء كروان لحد فيلم الكتكات للأستاذ إبراهيم أصلا، في كده حاجة مختلفة، في تقل. طب لماذا ابتعدنا عن الأصول الأدبية في الدراما هي السينمائية والتلفزيون؟ هي عايزة دراماتورجية بالمعنى الحقيقي، ودول عددهم قليل في مصر. طب السؤال، لماذا هم عددهم قليل؟ يعني ليه تراجعنا في هذا المجال؟ والله ما أعرف، يعني كنا رواد فيه فعلا. طبعا، وإحنا أصلا معظم أعمالنا الجيدة غالبا بتبقى يعني لولا بعيد عن الاقتباس الأجنبي، يعني لولا كتاب مصر الروائيين نجيب محفوظ وحسين عبد القدوس ومن قبلهم ومن بعدهم، كان يبقى 80% من أعمالنا السينمائية الجيدة مش موجودة. فهي حاجة مهمة جدا. بس أولا الرواية تراجعت، الرواية الحديثة، فصعب إنك تعملي رواية قديمة إلا لو رواية تعيش. في رواية ممكن تتعمل من 200 سنة وتظل قادرة على الحياة 300 سنة تاني لقدام، بس الروايات اللي تقدمت في آخر 30 سنة قدرتها على الحياة في ظني محدودة. هتوقف عند شيء ما الحقيقة أبهر المصريين الحقيقة، وهو الموسيقى المصاحبة لموكب الفراعنة أو موكب الموميات الأخير. لحنت كلمات مفترض أنها هيروغليفية، يعني كلمات غير مفهومة بالنسبة لنا، لكن إحنا حسينا بالموسيقى جدا كأنها فعلا جاءت من الزمن القديم. كيف تحقق ذلك؟ إحنا بنفتتح متحف. أيوة. وبنحتفل بمرور 22 ملك وملكة. أيوة. فده كان بالنسبة لي له معنى كبير جدا مبدئيا يعني، وده كان دافع كبير خلاني لما لقيت بالصدفة نص كلمات أغنية مصر لم تنم إني أختارها وأصر عليها ولحنها. يعني دي مصر اللي أنا أعرفها، مصر الدهي الواسعة السهلة المنبسطة اللي مليانة عناصر وملامح الخير، مية كتير، زرع كتير، ناس. ده عبرت عنه عنه في الست سبع دقايق اللي فيهم. عشان كل ده بحكي انا مش ناسي سؤال حضرتك، انت بتحكي تقولي تساليني على الحته دي بالذات. أيوه. اللي فيها اللي هي الترنيمه بتاعت إيزيس. وعملت ده ما كانش فيه كلمات، انا كنت عارف ان في النص في لحظه هيبقى فيها غنى بس ما كانش فيه كلمات. ما كنتش عارف يتغنى يتقال ايه، بس عارف ان هيبقى فيه غنى. وعملت كل ده عشان أقول دي مصر السهلة، مصر الطيبة، مصر الحلوة، مصر الشقية، مصر القوية، مصر الإترنال التايملس الباقية. وعشان لما ده يخلص أروح قايل دي حكاية شعب وأرض وناس. على ذكر الأستاذ نجيب محفوظ، حضرتك كنت موجود في حادثة اغتياله أو محاولة اغتياله. مضبوط. أنا كنت أحد المحققين سنة 94 في القضية. أيوه. وصاحبت طبعا هذا الأديب الكبير. صحيح.
كانت له كلمات لها دلالة كبيرة جدا في هذا الوقت. قال على سبيل المثال أنه بيهدي سطور كتبها لمصلحة مجتمع لن ينصلح حاله إلا بالثقافة. كتبها فين؟ الحكاية بدأت في كتبها في المستشفى. أنا لما انتقلت مرتين، المرة الأولى كانت بمفردي وما تمكنتش من استجوابه لأن هو كان ظروفه الصحية ما تسمحش بفترة استجواب طويلة، وكان هو عنده أسئلة كتيرة قوي عن من الذي فعلها ولماذا، ورغم أن كان مر وقت على الحادث وكان من المتصور طبعا من كل المحيطين به من كبار المثقفين في مصر ومجموعة الحرافيش اللي كانت قريبة منه ان هم اخبروه باللي حصل، لكن هو كان عنده هذا التساؤل وكأنه لا يصدق ما حدث، ولا يصدق ان شخصا لا يعرف القراءة والكتابة ويعني يتقدم لقتلي بهذه السهولة في يعني في عز النهار زي ما بنقول في منطقة مزدحمة مكان بيته في شارع النيل، ده شارع رئيسي. فهو كان عنده التساؤلات وفي نفس الوقت عنده هاجس نابع من ضميره. هل ممكن نتصور حاليا ان مصر بيها بعض المحافظات ما فيهاش سينما، محافظات ما فيهاش مسرح؟ دي حقيقة، دي الثقافة الجماهيرية، دي حقيقة دكتورة، وده من سنوات كتيرة. دكتورة الحقيقة هقول لحضرتك الحقيقة، طبعا حضرتك تعلمي ان تكلفة انشاء المسرح او تكلفة انشاء السينما طبعا تكلفة مش بسيطة. فالحقيقة يعني في محافظات كتيرة فعلا ما فيهاش دور سينما، بس حضرتك تعلمي ان ما يخص السينما هو غير تابع لينا احنا كوزارة ثقافة، ولكن احنا البديل بدأنا يعني نعمل على اسلوب تاني مختلف، فبدأنا نفعل هذا الدور من خلال قصور الثقافة. طبعا عشان كان يتفعل كان لازم يتم تطوير داخل قصور الثقافة، لان طبعا احنا لو في اماكن فيها مسارح ولكن ما فيهاش الشاشات اللي ممكن نقدر ان احنا نقدم عليها العروض السينمائية. بدأنا تقريبا من 3 سنين بدأنا ان احنا نعمل على ذلك، وبدأنا في هذا التطوير لأنه أيضا مكلف، ولكن بدأنا فيه بالفعل، وإن يبقى فيه إن إحنا نوصل إن إحنا نقدر يبقى القصر الثقافة بيشتغل بكل الأنشطة الثقافية والفنية اللي موجودة ويقدم مسرح وأيضا سينما. فإحنا طبعا شغالين في هذا المشروع. كيف ترى الآن حرب أكتوبر في الأعمال الفنية؟ يعني هل الفن في مصر استطاع أن يتناول تلك الحرب بكل بطولاتها بشكل مرضي حتى الآن؟ والله إذا يعني بشكل عام، يعني لو نظرنا بشكل يعني شمولي على مستوى مجالات الفن، السينما والمسرح والفن التشكيلي إلى آخره، هنجد أن يعني حرب أكتوبر وما سبقها حرب الاستنزاف يعني تم ظلمهم يعني تماما يعني لا توجد أعمال ترقى إلى مستوى الحدث، ترقى مستوى الحدث، لأن بقول إن الحدث كان حدث استثنائي في تاريخ الحروب العسكرية في العالم كله، وعبور الجيش المصري الساعة 2 الظهر على عدو قوي جدا ويمتلك أعتى الأسلحة يعني وبيننا وبينه 120 متر، ده عمل فذ وعمل خيالي. صحيح. يعني لو فيلم، أي فيلم تم إخراجه أحسن مخرج في العالم، إن جيش بيعبر الساعة الظهر الساعة 2 والجيش الثاني قدامه، ده شيء هيقول ده بيخرف، لكن ده حصل في الحقيقة. أستاذ محمد سلماوي، حضرتك طبعا حضرت تلك السنة الكئيبة جدا السوداء التي كان بها حكم الإخوان، يعني كيف وجدتها وكيف كنت تتوقع نهايتها كفنان كأديب كقارئ ككاتب؟ لا، كنت الحقيقة يعني توقعت نهايتهم بعد سنة؟ لا، هذا الشعب المصري اللي أسقط هذا الحكم بعد سنة يعني لا يستطيع أحد أن يتنبأ بأنه كان عارف بالضبط الشعب المصري هيعمل إيه. أنا كنت متوقع تاريخيا أن حكمهم هيسقط. هل بعد 500 سنة زي هم زي ما قالوا؟ هم قالوا جايين نحكم 500 سنة بصرف النظر، إنما كان حكمهم سيفشل وسينتهي بالتأكيد. إنما الزخم اللي حصل واللي الحقيقة كان للمثقفين فيه دور كبير. صحيح. جدا
أسرع بهذه النهاية بشكل كبير، لدرجة أنه الناس شعرت أنه فعلا الأمور لا تحتمل أكثر من ذلك. وكانت 30 يونيو يعني مشهد رائع جدا وفاق كل التوقعات. يعني صحيح. أنا أذكر وقتها كنت نازل من بيتي في المعادي بالعربية، وصلت للكورنيش مش عارف أمشي بالعربية، يعني الجموع بتزحف على ميدان التحرير وملأت الشوارع لغاية كورنيش المعادي. أيوة. فرجعت بعربيتي تاني وقلت أخذ المترو لغاية محطة التحرير وأطلع من ميدان من المحطة، ألاقي نفسي في الوقت كان طلعت من المحطة، لكن فضلت واقف 4 ساعات مكاني مش قادر أتحرك في الميدان من كتر الزحام. يعني مطرح ما طلعت مطرح ما وقفت مش قادر أتحرك من الجموع الهائلة. أيوة. الملايين اللي كانت في مصر مش في القاهرة بس، يعني كان مشهد الحقيقة رائع فاق كل التوقعات. صحيح.